الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، كل نفس ذائقة الموت، كفى بالموت واعظا يا عمر. هذا مصير كل واحد فينا. بديش أطول يا أخوان، احكينا قبل فترة ما حدا سمع ما حدا رد عن المرض وعن الكورونا وعن العزاء وعن الخطبة وعن العرس، ما حدا رادف. قبل ما ابدي بقول سايق عليك بالله يا رجال، شن واحد يدبرت ما يحلى تطلع من باب الدار وخطوها ركابهن، مش لازم يطلع، وما فيش عزة، ما فيش قاعدة للنسوان عنا، وبالناس حدا يجي عنا، بالكل الناس التزموا وكلوا الله أكبر، بدي بيقطعوا الناس من بعضهم. طيب هاي احنا تخزكنا يعني شو نساوي شو نعمل؟ مشان الناس كل واحد على مزاجه يساوي، وكل مرة على مزاجها تساوي. يا اخوان نتكي على الله، ديننا بكون لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر غيرك ولا غيرك يضرك. يا جماعة مرض منتشر في العالم، المخبيين المجرمين، الجريمة اللي مخبي مجرم. كل الناس يا عمي انا معي كورونا يا عمي، مش عيب لا. يا عمي مش تعريض، هذا مرض كل الناس حيب يتجنبوك وتجنب العالم. المصاب تجنب العالم، اقعد في بيتك. الكلام مش فوضى يا اخوان، ولا هو لعب، وناس مش مصدقة صدق يا صاحبي، اللي مش مصدق يصدق. احنا يا مرب حي، انا بحكي عن حالي وعن خرايبي، اغلب الاصابات عندنا من العزاء اللي فات. نعم صحيح، بقولها علنا لان ما حدا رد. عيب ما نروحش، صحيح، عار ما نروحش، وبروح يطقع تبوس، يطقع تبوس، الله يجعل يبوسهن عذرين ياخذهن، وبعدين دفع.